التشكيله الفلكيه اللي كانت مناسبه لماتش نيجيريا؟ يعني مثلا اقول لك في حراسه المرمى انا ما كنتش حاطه المره دي الشناوي، انا كنت حاطه محمود جاد. محمود جاد كان اقوى كتير فلكيه. مع ان الشناوي يعني هو اعلى بكتير فنيا. فنيا طبعا، بس وقت المباراه انا بتكلم في ان وقت المباراه مين طاقته اعلى. تمام. الشناوي طاقته ناريه الوقت ده، طاقته ناريه قليله جدا جدا جدا. وحتى هو القايمه كلها يا ناريه يا هوائيه، فاهمني؟ دي كانت مشكله اصلا في اختيار القايمه من الاول. من الاول انا ما كنتش عارفه اختار حد. تمام. ما كنتش عارفه اختار فعلا، لان مش مديني فرايتي كويسه اقدر اختار منها. اللعيبه او العناصر اللي معاهم حظوظ عاليه جدا هو مش مختارها اصلا، مش حاططها في القايمه. فانا مش عارفه اختار حد. احنا عندنا مشكله كبيره في التشكيل، حتى من الناحيه الفنيه عندنا مشكله كبيره. تمام. فاهمني؟ تمام. كان ندخل بقى على خط الدفاع. الدفاع اكرم توفيق وعمر كمال والونش واحمد فتوح وايمن اشرف. تمام. اوكي. خط الوسط امام عاشور وعبد الله السعيد والنني واحمد سعيد زيزو. الهجوم تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد. تمام. هو تقريبا احنا خط الدفاع عندنا اتنين لعيبه ما لعبوش، وواحد من اللي لعبوا اتصابوا. شكرا. اتنين كمان اتصابوا، فتوح واكرم توفيق. خط الوسط ما لعبش عندنا غير واحد من التشكيله بتاعت حضرتك. والهجوم هو كان نفس الهجوم بس كان متلخبط شويه. يعني هو اللي موجود، ما هو ده اللي اقدر ان انا اطلعه واقول لك نلعب بيه. تمام. طيب هو مين كان اعلى حد طاقه النهارده في المنتخب؟ يعني في ماتش نيجيريا مين كان الاعلى طاقه في اللعيبه؟ في اللعيبه اللي كانوا موجودين؟ اللي كانوا موجودين في ال 28 لاعب. في ال 28 لاعب، ثواني بقى. في ال 28 لاعب؟ أو في التشكيله اللي حضرتك حطاها مين كان اعلى لاعب؟ في التشكيل ممكن نقفل بس السؤال. اوكي. هاي ثواني. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد والنني. عبد الله السعيد والنني. تمام. هو عبد الله السعيد ما لعبش، النني عمل ماتش ممتاز بصراحه يعني من فتره طويله مش كده مع المنتخب. وكان في برده المتالق كان احمد سيد زيزو نزل غير شكل الماتش. واحمد سيد زيزو طبعا. احمد سيد زيزو طبعا طبعا، لانه هو طاقه ترابيه واحنا محتاجين طاقه ترابيه عاليه جدا جدا جدا. تمام. الفتره دي عامه